رئيس الحكومة في قمة إفريقيا للعمل بمراكش المغربية نحو بحث استراتيجية إفريقية موحدة لمواجهة خطر التغيرات المناخية. غدا أولى جلسة الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد، وهيئة الحقيقة والكرامة تضع فرقا مختصة لوضع اللمسات الأخيرة استعدادا للحدث. مقتل أكثر من 20 شخصا في غارات جوية استهدفت حلب، والأسد يبدي استعداده للتحالف مع ترامب إذا كان ينوي محاربة الإرهاب في سوريا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. انطلقت منذ قليل في مراكش المغاربية قمة إفريقيا للعمل التي تستضيفها المغرب على هامش أشغال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمشاركة حوالي 30 زعيما إفريقيا وعدد من رؤساء الحكومات من بينهم رئيس الحكومة يوسف الشهد. وستخصص هذه القمة للنظر في كيفية الخروج باستراتيجية إفريقية موحدة لمواجهة خطر التغيرات المناخية وانعكاساتها على كوكب الأرض. قمة إفريقيا العمل التي شارك فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد استهلها بلقاءين تباعا مع الرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري ورئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، إذ أكد أن تونس ستتوجه نحو قارة إفريقيا وتتخذ استراتيجية الانفتاح التام نحوها في عدة مجالات. تونس عندها خبرة كبيرة، والإخوة الأفارقة يطالبوا أن تونس تكون حاضرة بالخبرة متاعها في مستوى التعليم، في الصحة، في الثقافة، في معناها التشغيل، في كل هذه المجالات، في مجال المياه وتعبئة الموارد المائية. الخبرة هذه سننطلق إلى القارة الأفريقية اللي هي ستكون معناها موجودة في رؤية حكومة الوحدة الوطنية. يمكن أن أجزم أنه وقع تجاوب يعني كامل، وتذكرنا في المشاكل البلدين. على كل حال هنالك نوع من التشابه، ويعني كل واحد فينا أدلى لصاحبه بقناعاته حول هذه المواضيع المتقاربة. قادة إفريقيا يدخلون القمة الإفريقية قمة العمل بهواجس مشتركة وآراء تتقارب حول قواسم مشتركة لأجل استراتيجية تسير التحولات. بلدان القارة الإفريقية يحاولون الالتقاء حول فكرة مشتركة عن طريق بنك إفريقيا للتنمية والاتحاد الإفريقي لتوفير الإمكانيات المادية في أسرع وقت ممكن للوصول إلى مرحلة التصنيع دون الإضرار بالمناخ. العمل هو العنوان الموحد للقارة الإفريقية لمجابهة التغيرات المناخية وتوابعها على الدول الإفريقية، والشعارات الثلاثة هي التنسيق وترتيب المواقف والدخول ككتلة لمؤتمر التغير المناخي. فاتين حفصية، التلفزة الوطنية، مراكش. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد وفي كلمة ألقاها مساء أمس خلال مشاركته في مراكش في أشغال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كان قد أكد أنه رغم ما شهدته تونس من تحولات سياسية واقتصادية كبرى منذ جانفي 2011 قد أولت أهمية فائقة للرهانات المتعلقة بالتغيرات المناخية، تجسمت بالخصوص في المصادقة على اتفاق باريس في أكتوبر 2016. ودعا الشاهد أيضا الحاضرين من ممثلين للدول الصديقة والشقيقة والهيئات الدولية وبنوك التنمية والاستثمار والقطاع الخاص للمشاركة في المنتدى الدولي للاستثمار الذي تنظمه تونس يومي 29 و30 من نوفمبر الحالي. وقد احتلت تونس المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا من حيث الأداء البيئي وفق تقرير جامعة يال الأمريكية لسنة 2016 حول مؤشر الأداء البيئي، التقرير الذي وضع تونس في المرتبة 53 عالميا من إجمالي 180 دولة شملها المؤشر لا يخفي نقائص عدة تعرفها المنظومة البيئية في تونس. بين أكداس الفضلات يتجول يجوب بناظره يتأسف ويتحسر على ما آل إليه المكان.
هي صور جديدة قديمة قد تختزل الوضع البيئي في عديد المناطق، فضلات على حافة الطريق على قارعة الشارع لتصبح ملجأ للحشرات والحيوانات السائبة ومصدرا لعديد الأمراض. مشهد ورغم انعكاساته على الوضع البيئي إلا أنه لم يمنع تونس من أن تكون الأولى عربيا وأفريقيا من حيث الأداء البيئي. ريتها تونس المرتبة الأولى، صورة هيك في المرتبة الأولى وبرا صور بلايس أخرى أعظم وأعظم. هذه تونس اللي كانت جنان ونوار ودنيا أخرى، اليوم صبحت هكا فكي حالتها تونس. إذا كان ثم باهي رانا نشوفه فيه، ما ثماش باهي، وين هالباهي؟ أنا نشوف باهي حتى البوباليات نتاع الواحد معبي، الكياسات معبي. هكا كعبة الناموس عندنا صغار ثلاثة وأربع شهور يخافوا عليهم لا يتسموا نحن في الحومة هذه. مريحة وسخ وذبين، أنت على عينك تشوف من قبيلة نخزولك تعمل هكا. وضع بيئي لم يحجب بعض الجوانب الأخرى التي تم احتسابها في المؤشر البيئي حسب مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط، والذي أهل تونس أن تكون في المرتبة 53 عالميا من إجمالي 180 دولة. ما عندوش علاقة معناها وطيدة بمثلاً مسألة النفايات، لأنه كما أشرت المؤشر الأداء البيئي هذا يتم احتسابه على أساس خاصة علاقة الوضع البيئي بالصحة العامة. تونس اليوم هي تستهلك بنسبة كبيرة خاصة في إنتاج الكهرباء، تستهلك الغاز الطبيعي واللي هو أقل وطأة على المناخ، وبالتالي كذلك على مستوى الطاقات المتجددة سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، تونس هي عندها استراتيجيات واضحة وتقدمت في المجال هذايا. ولذا ما نستغربوش علاش تونس معناها الترتيب متاعها معناها مريح جدا. تصدر تونس لقائمة البلدان العربية والإفريقية من حيث الأداء البيئي حسب تقرير جامعة يال الأمريكية الذي احتلت فيه فنلندا المركز الأول عالميا، قد لا يعكس الواقع البيئي الذي تعيش على وقعه تونس بقدر ما يمثل حافزا للحفاظ على النقاط المضيئة في المنظومة البيئية وتجاوز النقائص. وبهدف القضاء على النقاط السوداء وتحويلها جزئيا إلى مساحات خضراء، بدرت وزارة الشؤون المحلية إلى بعث مشروع تهيئة حدائق للعائلات، مشروع انطلق بمنطقة جبل الأحمر على أن يعمم على بقية مناطق الجمهورية. بالأمس القريب كان هذا المكان مصدر شكاوى متساكني حي السبعي بمنطقة جبل الأحمر بالعمران. كانت وسخ وكانت ردم وكانت مسخة بالحق، ما كانت ما تصل ما تجي حد شيء. نسخ حشيك في الناموس يعني ما تلقيش حتى كيفاش تتعدي. كان مكرم تحسيت فهمتني وصلت وبرشيك حاجات. برشا مناظر معناتها ما تليقش بينا، وهذه بلاصه في العاصمه معناتها ناقصه برشا لاوت. شكاوى المتسكنين ردت عليها وزاره الشؤون المحليه والبيئه بمشروع تهيئه المكان وتحويله الى حديقه للعائلات، فضاء يمسح 2.5 هكتار ويتضمن فضاءات العاب وشبكه تنوير بالطاقه الشمسيه. فضاء هذا معناتها مش نسعى الى تعميمه على كل ولايات الجمهوريه، تكلفه في حدود 300,000 دينار. إن مكونات المشروع عامة، نقاو فيه ملاعب، نقاو فيه فضاءات ترفيهية، نقاو فيه حديقة، نقاو معناتها وبالتالي أصبح متنفس لسكان الحي، سكان المنطقة هذيك، وأيضا بإمكان كل المنظمات والجمعيات استغلاله، وأيضا بالنسبة للمدارس الابتدائية والإعدادية المتواجدة في المكان هذاك بإمكانه أن يقوموا فيه الأنشطة إن شاء الله معناتها المهم من هذا أنه يتم الحفاظ عليه. الفضاء لقي استحسان متساكني المنطقة الذين كانت لهم بعض التوجسات. عشية نخاف إلا كان مثلا مش عصا تعرفي بقعتنا نحكي لكش، هذا كمناش نخاف، اما البلاصة فرحنا بها. واحد حتى يخرج صغيرات ويلقى وين يلعب ويلقى وين يتفردوا نضيف. اللهم صل على النبي يعطيهم الصحة. يشار إلى أن مشروع حديقة العائلة بحي السبعي قد أنجز بطريقة تشاركية جمعت كل من البلدية ومتساكني المنطقة وجمعية أحباء البلفدار.
غدا وبداية من الساعة 8:30 ليلا ستعقد أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد التي تؤمن هيئة الحقيقة والكرامة. جلسات ستتم في فضاء نادي عليسة بسيدي ظريف، وعشية عقد تلك الجلسات تحولت كاميرا الأخبار إلى مكان انعقاد الجلسات ونقلت اللمسات الأخيرة استعدادا لهذا الحدث. هنا في هذا المكان نادي عليسة، هذا الفضاء الذي يقع بضاحية سيدي بوسعيد بتونس الشمالية، ستعقد أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد. قبل يوم واحد من عقد تلك الجلسات يشهد هذا المكان حركية غير مسبوقة، إذ تعمل فرق مختصة على وضع اللمسات الأخيرة عبر تركيز خيمة صممت بداخلها شاشة عملاقة ليتابع من خلالها أكثر من 300 شخص من أعلاميين وعائلات الضحايا ومختصين جلسات الاستماع إلى ضحايا الاستبداد، إلى جانب تجهيز فضاء ثان سيتم فيه الإصغاء إلى شهادات الضحايا. هناك ترتيبات تتعلق بكيفية توزيع الضيوف وتوزيع الضحايا وأعضاء الهيئة طبقا لمعايير الدولية، حتى لا يصير أي خلل أو بعض الهنات أو بعض الأخطاء قد تقع. نحن حاولنا وعملنا على استراتيجية صفر من الأخطاء. ولتأمين هذا الحدث الأول من نوعه في تونس، دخل أعوان هيئة الحقيقة والكرامة منذ مدة فيما يشبه بخلية النحل، تعمل ليل النهار، وذلك باستقبال أكثر من 10,000 ملف لضحايا الاستبداد، ملفات يتم دراستها من قبل مختصين في الأرشيف وعلماء الاجتماع وغيرهم، وذلك استعدادا لأول جلسة استماع علنية لضحايا الاستبداد، جلسات يريد من خلالها أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة كشف الحقيقة. لا يوجد محظورات أمام كشف الحقيقة، لكن الهيئة توصي بأنه يتم التعامل مع هذا الملف وهذه الجلسات كآلية ناجعة لتي صفحة ماضي الانتهاكات وبناء صفحة جديدة، صفحة المصالحة الوطنية الجامعة لكافة أطياف الشعب التونسي. وفي انتظار عقد أولى الجلسات العلنية للاستماع لضحايا الاستبداد، يؤمل أن تعقد تلك الجلسات بصفر من الأخطاء لكي تؤدي مرادها في كشف الحقيقة وتضميد جراح الماضي بغية تحقيق المصالحة الشاملة. وتحضر معنا هنا في الاستوديو رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، أهلا بك معنا. إذن غدا أولى جلسات الاستماع العلنية، وقد رأينا آخر الاستعدادات في فضاء، نود أن نعرف بداية أساس اختياره. هو في الحقيقة ما كانش مباشرة اخترنا، احنا من الأول حجزنا قصر المؤتمرات، لكن صار إلغاء هذا الحجز لأسباب أشغال. احنا نقولوا رب ضارة نافعة، الحق متاع ربي، وزير حقوق الإنسان عاوننا برشا باش لقينا هالفضاء هذايا واخترناه، ولقينا فيه رمزية قوية، هو انه هذا الفضاء كان فضاء مخصص ل الرئيس المخلوع، زوجة الرئيس المخلوع ليلى بن علي، وكان الفضاء متاع الفساد والاستبداد، واليوم التوانسة والشعب التونسي سيسترجع فضاءاته وتكون المنطقة نقطة انطلاق لمقاومة الفساد. هناك رأي آخر ينقد اختيار مثل هذا الفضاء لهذه الأسباب بالذات؟ ينجم ينقدوا، احنا نمنوا بحرية التعبير، لكن ممكن تقلقوا على خاطر بالك شي هم معنيين بالشيء بالعدالة. لا يعني من الملاحظين خاصة يمسيل شو احرار هم بشي نقضوا على الاختيار هذا يسار، ما هوشي هكا اخترنا، احنا اخترنا من الأول قصر المؤتمرات، لكن احنا سعداء بالاختيار هذا. لما تعذر يعني قصر المؤتمرات، وخاصة لكم اشكالية يعني في المكان واتساعه للضيوف، كما يعني أكيد تم أكيد تعديل هو اللي صار. اي ما صارش تعديل هو، لكن احنا وقت اللي حجزنا قسم مؤتمرات وبدينا نبعث في الدعوات منذ شهر اوت، واحنا نبعث في الدعوات بالطبع بعثنا 1500 دعوة، توا القاعة هي ضيقة ترفع فقط 300 شخص 350، اذا احنا باش نطلبوا بكل
لطف لضيوفنا انه يقبلوا انه ما يتوجدوش الكل في القاعه اللي باش تصير فيها الهيئه والجلسه والعمل الرسمي، لكن عملنا فضاء اخر بجنبه بالضبط، وان شاء الله يصبروا علينا ضيوفنا ويفهمونا اللي راهو الهدف هي ماهيش فرجه، راهو خاطر عندهم لي زيكران وكل شيء، هي حدث باش يشاركوا فيه التوانسه الكل، حدث تاريخي، حدث باش يخلي اثاره في تاريخ بلادنا. طيب السيده سهام، يعني ان كانت هذه مقاييس اختيار المكان، ما هي مقاييس اختيار الحالات من ملفات تجاوزت 10,000؟ هي 65,000 اللي صاروا الملفات اللي تسجلت لدى الهيئة من جميع العائلات السياسية والاجتماعية والطبقات التاريخية كلها، لكن اللي وقع استماعهم في جلسات استماع سرية هما قرابة 11,000 جلسة استماع سرية. جلسة استماع العلنية بطبعا مش حطوا ناس الكل، الاختيار كان على ضوء معايير. المعيار الأول هما الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى فصل 8، ثم المعيار متاع تنوع الانتهاكات، التنوع الجنسي، التنوع الجغرافي مش في تونس برك، يعني جميع أنحاء التراب التونسي، التنوع متاع الطبقات التاريخية. إذن هذو الأربع معايير اللي اعتمدناهم، والحالات اللي بشوفوها غدوة، وإحنا مشكورين بالتعاون الإيجابي متاع المرفق العمومي للمؤسسة الوطنية، أنه تشوفوا أنه الناس اللي بشي يرويوا الشهاده نتاعهم على الشيء اللي جرى عليهم ولا صار على اولادهم، حتى ما اللي اولادهم توفاو، يعني هما باش يكون يعني ضحايا او شهود بالضبط. طيب ما هي الضمانات التي توفرها هيئه الحقيقه والكرامه لحمايه الضحايا والشهود، وخاصه ربما تجنيب ما يمكن ان يوصف بالتشفي، تصفيه الحسابات وغيرها؟ أول حاجة الناس اللي تحكي على التشفي هم ما فهموا حتى شيء من خدمتنا، وإحنا عنا أمل وقت اللي بش تصير هالجلسات أنهم هم الأولانين بش يقتنعوا اللي المسار الكل يعني هناك هو ضمانات صلح. ضمانات قانونية بالقانون جاءت الضمانات، يعني ثم قانون صريح يعني يضمن للجميع حقوقه، وإحنا دورنا هو تنفيذ القانون، وإحنا نوعد الناس اللي خايفين أنه ما عندهم علاش يخافوا، راهو التوانسة مسؤولين، راهم التوانسة عندهم قلبهم طيب، طيب وقابلين باش يسامحوا على شرط تحديد المسؤوليات، عدم الإفلات من العقاب، وأنه يطلب هذا كله يمكن السماح ويسامحوا. متابعته ربما بعد السير الجلسات الاستماع. بالنسبة لنقل للعموم، يعني التغطية الإعلامية، كانت هناك أو كان هناك ميثاق مع الهيئات الإعلامية لكيفية التعاطي يعني مع هذه الأحداث وبثها، كيف سيتم نقل هذه الأحداث وخاصة الحرص على أنه تكون بمعايير مهنية؟ بالضبط، ثم المعايير المهنية كما تفضلت، ثم خاصة الصمت التام للصحفيين والضيوف، وحتى الضيوف يعني يمضيوا هذا الميثاق أنه يلزم شوية معناها خشوع، ثم شوية احترام لك الضحية اللي باش تعطي شهادتها، وهالشهادة هذه باش تلعب دور أساسي في مقاومة المنظومة متاع الاستبداد ولإصلاح مؤسساتنا. احنا هدفنا الكبير هو الإصلاحات. نعم، واضح. إذن شكرا لك على هذه التوضيحات والحضور معنا اليوم مباشرة لتقديم أهم الاستعدادات خاصة بالنسبة لجلسات الاستماع العلنية. شكرا لك سيدة سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة. وبمجلس نواب الشعب عقدت لجنة الحقوق والحريات لجلسات استماعها لمشروع قانون حماية المبلغين. النواب الذين استحسنوا المشروع وجهوا أيضا جملة من الانتقادات. استمعت لجنة الحقوق والحريات إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي بخصوص مشروع قانون حماية المبلغين، مشروع جديد يهدف إلى حماية المبلغين عبر آلية قانونية من شأنها المساهمة في مكافحة الفساد، وقد وجه له النواب بعض الانتقادات. لا، ما مش مفروض أنك تشترط حسن النية،
مش موضوع حسن نية وسوء نية، اشتباه بالفساد. انت فما إدارة تبحث من بعد، فما قضاء يبحث، ما يهمنيش فيه أنا السيد علاش عمل هذا. تبين في عدد كبير من الفصول اللي القانون هو يتعامل مع ظاهرة الفساد باعتبارها موجودة ويلزمنا نقص منها شوية، والحال أن القانون يلزم يكون الهدف متاعه هو إيجاد منظومة تبليغ على الفساد ومنظومة حماية للمبلغين والشهود والضحايا. النقاش داخل لجنة الحقوق والحريات تطرق أيضا إلى مسألة الإمكانيات وضرورة توفير الدعم والمساندة لمكافحة الفساد. دائرة المحاسبات اللي اليوم الإمكانيات المتوفرة لها ما تسمح ليش حتى باش تغطي 5 و10% من رقابتها ومن قضائها على المال العام، اليوم لابد من إرادة سياسية كبيرة واضحة موجودة. هالإرادة هذه لابد أن تتجسد على أرض الواقع. كما تم التأكيد على أهمية قانون حماية المبلغين، فلا قيمة للمعلومة التي لا يتم التبليغ عنها، حيث يعمد المبلغ إلى عدم الإمضاء على ما يبلغ عنه خوفا من التبعات، كما سيتم تحفيز المبلغ ماديا. التحفيز لا يمكن يكون عن طريق الترقيات، لأنه الترقيات مضبوطة بقانون في الوظيفة العمومية، هو تحفيز مالي، وعندنا تجربة، اعتمدنا التجارب الدولية في صياغة هذا المشروع القانون. في كوريا التبليغ على الفساد ربح الدولة 86 مليار دولار. شنية كانت النتيجة؟ 7.8 مليار دولار خصصت للمبلغين كمكافأة، هيك تخلق عملية معناتها تحفيز. هذا وطلب أعضاء لجنة الحقوق والحريات بضرورة التدقيق في المصطلحات حتى يتم تجاوز الهينات التي رافقت مشروع قانون حماية المبلغين. منظمة أنا يقظ من جهتها أكدت على تعزيز مشروع القانون الخاص بحماية المبلغين في قضايا الفساد الذي تقدمت به الحكومة ببعض الإضافات. ركزنا خصوصا على أنه يتم تجريم الرشوة في القطاع الخاص من جهة، وكذلك تشديد على أن يتم بقدر الشدة التي نتعامل معها القانون فيما يخص الموظف العمومي، أن يتم كذلك التعامل مع القطاع الخاص بنفس الشدة. النقطة الثانية التي تم التطرق إليها هو أن يتم ذكر المبلغ ولكن كذلك الخبير وكذلك الشاهد بنفس الكيفية في نص هذا القانون. وآخر نقطة طرقنا لها أنه وجب كذلك أن يشمل هذا القانون حتى الفساد في الهياكل المستقلة ولا يكتفي فقط على القطاع الخاص والقطاع العام فقط. وبمجلس نواب الشعب دائما كانت الفصول الخلافية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017 محور الجلسة التي جمعت نواب لجنة المالية بوزيرة المالية لمياء الزريبي، وشهد اجتماع اللجنة جدلا كبيرا خاصة فيما يتعلق بالأداء على القيمة المضافة. 4 ساعات لم تكن كافية للوصول إلى حل توافقي داخل لجنة المالية بخصوص الفصل المتعلق بالأداء على القيمة المضافة الخاصة بعدد من المواد كالأدوية والمطاعم والمقاهي ومادة السكر. وزيرة المالية لمياء الزريبي قدمت مقترحات فيها تراجع في النسب الموظفة خاصة على المبيتات الجامعية. في بالنسبة للقانون الأداء على القيمة المضافة لتوسيع مجال تنفيذ الأداء على القيمة المضافة، تمسكنا بالمقترح المتعلق بالمقاهي، لكن في المواد الأخرى معناها فيه استعداد أنه نتخلى على خاصة بالنسبة للمبيتات الجامعية وبالنسبة للمعدات الرياضية، والآخرين يدخلوا في مجال تمكين المتعاملين الاقتصاديين من طرح الأداء على القيمة المضافة. وكما كان منتظرا، شهد هذا الفصل الخلافي من مشروع قانون المالية جدلا كبيرا بين مختلف الكتل النيابية، وخاصة النقطة المتعلقة بالأدوية والذي اعتبره نواب المعارضة إجراء غير حكيم من قبل حكومة، خاصة وفق ما ذهب إليه رئيس لجنة المالية منجر رحوي. أحد المسائل الخلافية الكبيرة هو زيادة أداء القيمة المضافة بنسبة 60% على الأدوية، واللي نعتبره هذا إجراء معناها موش حكيم، وإجراء باش ممكن يقود الاحتقان الاجتماعي، لأنه هذا يخص حياة الناس، يخص صحة الناس، لا أن تكون معناها رصينة في أخذ إجراء من هذا القبيل. الوزارة بالنسبة للأدوية هو المقترح الأصلي، زدنا قنعنا حاولنا نقنع معناها متمسكين بالمقترح نتاعنا في مجال الأدوية.
عدد من نواب الائتلاف الحاكم رغم معارضة البعض منهم للصيغة الواردة بالمشروع حول هذه النقطة فإن البعض الآخر سانده. نقاشات متواصلة ومعناها فما أمور تقنية أمور سياسية تدخل أيضا في الموضوع. قال الامباكت مش يكون بطبيعة الحال 6%، هو معناها يلزم تحليل موضوعي للقطاع ككل على مستوى تجارة الجملة ومعناها معناها موضوع الجروسيست موضوع ليديتايون. وزارة أعطتنا رقم 1.5%، الامباكت مش يكون على مستوى لي ديتايون. به احنا كي نحلوا قطاع الصيدله نعرفوا مليح شنو هامش الربح بالنسبه للصيدله. بالنسبه كذلك لاداء على القيمه المضافه باش يمس مواد اساسيه بالنسبه للسنه القادمه اللي هو الكهرباء واللي هو الغاز. نقاط خلافية أخرى ظلت عالقة كمراجعة جدول الضريبة على الأشخاص الطبيعيين. هذه المسألة الخلافية تبقى رهينة ما ستؤول إليه المفاوضات بين رئاسة الحكومة والمنظمة الشغيلة. وفي علاقة بخصوص قضية مقتل لطفي نقض، واصلت اليوم الأحزاب السياسية تقديم مواقفها بخصوص الحكم الابتدائي الصادر في القضية، حيث حذرت في بيانات لها من عودة رابطات حماية الثورة، وأكدت أن فشل القضية وعدم تطويقها والتعامل معها بإنصاف قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة من شأنها إعادة التونسيين إلى مربع العنف السياسي. وقد ألقت الأحكام الصادرة بخصوص قضية لطفي نقض من قبل المحكمة الابتدائية بسوسة بثقلها على نواب كتلة نداء تونس التي طالبت حركة النهضة بتوضيح موقفها. توجه حزب نداء تونس بدعوة لحركة النهضة قصد توضيح موقفها الرسمي من روابط حماية الثورة ومن موقف بعض قيادات الحركة الداعم له. البيان البارح اللي صدر وقلنا فيه في ظرف 24 ساعة باش يكون فما حديث، هذا يطلبنا موقف صريح من حركة النهضة حول رابطات حماية الثورة والوجوه اللي رجعت اليوم، وهذا مطلب نطالبوا لنعرف فما حكم قضائي لحل هذه الرابطات. تم استنكار لوجود روابط حماية الثورة منذ جلسات الجلسة القبل الأخيرة اللي ظهر فيها روابط حماية الثورة بقوة غريبة وغريبة جدا. النائب عبد اللطيف المكي عن كتلة النهضة اعتبر المسألة من الماضي وقد تم توظيفها سياسيا، حيث سبق لحركة النهضة توضيح ذلك بمناسبة الحوار الوطني. أنه يقع هذا في بيان والمطالبة وكأن رابطات حماية الثورة يعني على علاقة بالنهضة، أعتقد أنه فيه شيء من الابتزاز أو التشويه المقصود، وهو يعني يفتقد إلى الحكمة في مثل هذا الظرف اللي البلاد تعاني فيه معناها صعوبات اقتصادية. النائبة عن كتلة نداء تونس أنس الحطاب انتقدت قيام نواب عن حركة النهضة بالمرافعة في قضية لطفي نقض. نحن نحترم مهنة المحاماة وتنجم تكون المهنة متاعه هي اللي خولت له الوجود داخل القاعة، ولكن كذلك فما ظرف سياسي تعدى به البلاد يلزم نقراو مئة حساب لوجود انتماء سياسي في الطرف الذي يترافع عن شهيد الحركة لطفي نقض. متابعتي لهذا الملف تعود إلى 2012، يعني تابعت كل معناها مسارات القضيه هذه، وانا معناها احضر كمعناها محاميه في الدفاع عن المنوبين في هذه القضيه. كما اعتبر توبال الاستقالات المسجله في صفوف شباب حزب حركه النداء بسوسه رده فعل طبيعيه. ضم اولادنا بالعكس، احنا دعيناهم في البيان كل مؤسسات الحركه انها تلتف حول حزبنا في هذا الوقت الحرج، واحنا ما نسيبوش في اولادنا. هذا ويعمل حزب نداء تونس على عقد اجتماع لهيئته السياسيه، كما لم يستبعد اعضاء الكتله النيابيه للحزب امكانيه الاتصال برئيس الجمهوريه باعتباره الرئيس المؤسس للحركه. دبلوماسيا، تسلم رئيس الجمهورية الباجي قايد سبسي خلال موكب انتظم صباح اليوم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة، وذلك بحضور وزير شؤون الخارجية خميس الجهناوي. وقد تسلم رئيس الدولة بالمناسبة أوراق اعتماد كل من عبد الناصر حسين علي بحبيب سفير الجمهورية اليمنية، سلافينيا قرقوفة سفيرة جمهورية بلغاريا، عمر فاروق دوغان سفير جمهورية تركيا، خوزي فريدريكو فيولا دورمن ليدوفيس سفير الجمهورية البرتغالية، مارك أنتوني باتشي سفير جمهورية مالطا، لطيفة أخرباش سفيرة المملكة المغربية، محمد بن محمود العلي سفير المملكة العربية السعودية،
بوغدان بينكو سفير جمهورية سلوفينيا مع الإقامة بروما، خوسيه رافائيل سيرانو هيريرا سفير جمهورية الإكوادور مع الإقامة بالجزائر. نحو 50 بحارا تونسيا وثلاثة مراكب صيد تم احتجازهم في المياه الإقليمية التونسية من طرف خفر السواحل الليبي، حديثة أثارت استياء البحارة وعادت طرح عديد الإشكاليات من أهمها إعادة ترسيم الحدود البحرية التونسية الليبية. أثار إطلاق الرصاص على هذا المركب البحري التونسي إلى جانب حجز ثلاثة مراكب أخرى بحرية من قبل خفر السواحل الليبية مخلفات حادثة وصفت من قبل البحارة بالاعتداء الجديد عليهم داخل المياه الإقليمية التونسية أثناء مباشرتهم لعملية الصيد. ضربهم بالكرتوش، حجزوا ثلاثة مراكب على ما أظن، ثلاثة مراكب، والمركب الآخر فهمتني حجزوه تاعهم معناها في معناها عنده عتب ووصلوا له طلعوا فيه عون من عندهم، العون الليبي. خلي في بحر التونه ضربوا بالكرتوش، خلي غادي احنا ما عندناش، عملوا لنا حل. احتجاز المراكب التونسية وإطلاق الرصاص عليها أرجعه البحارة بحسب ما يقولون إلى بطء التدخل من الجانب التونسي، كما أعادت هذه الحادثة إلى السطح مجددا مطالب مهنية ملحة بحسب البحارة بخصوص ترسيم الحدود البحرية التونسية الليبية. اليوم احنا مش عارفين حدودنا البحرية، لأن كل حد كل مسؤول يتنصل من المسؤولية هذه. هم يقولوا عندنا ما عندكمش بحر، احنا عندنا مثلا يقارب عن 74-80 ميل. احنا السلطة بتاعنا التونسية تقول عندكم اني ما يقارب عن 30 ولا 35 ميل، وعندكم الحق المياه الدولية. احنا ما لقيناش الحق هذا. اليوم نطلبوا احنا معناه وطالبين معناه مقابلة رئيس الجمهورية على خاطر الأمر تطور قطاع الصيد البحري. اليوم هو كيان موجود في الجمهورية التونسية، يزم قبر رئيس الجمهورية. حوالي 50 بحارا تونسيا على متن ثلاثة مراكب بحرية محتجزين بمدينة الزاوية الليبية ينتظرون حلا لإشكالهم بتدخل السلطات التونسية التي باشرت ذلك مع أطراف ليبية لتأمين عودتهم وسلامتهم. وفي مجال الأمن تم مؤخرا الكشف عن مخازن عديدة للأسلحة بمعتمدية بنقردان، كميات من الأسلحة تطرح حولها أسئلة عديدة ومنها بالأساس كيفية وزمن دخولها إلى التراب التونسي. في هاتين الحفرتين كشفت الوحدة الأمنية والعسكرية عن مخزنين اثنين مطمورين تحت التراب بغابة الزياتين التابعة لمعتمدية بنقردان، إلى جانب مخزن ثالث عثر عليه بمنزل أحد المتسكنين بمنطقة الورسنية، وأيضا القبض على عدد من المشتبه فيهم حسب ما جاء في بلاغ الداخلية. هذه الأسلحة كيف دخلت إلى بنقردان ومتى ولماذا وكيف؟ أسئلة طرحناها عن الباحث في العلوم السياسية ببنقردان. كانت بنقردان هي الهدف والمستهدف، إذن عملية بالحجم الذي كان متوقع، نحمد ربي الحمد لله وأنه العملية هذه لم تتم بالشكل كما كان يراد لها. الأسلحة اليوم الموجودة والتي تم منها اكتشافها، وربما ما زالت ثم حتى أسلحة استبعد أنه ما زالت مخازن أسلحة أخرى، لأن كما قلت الهدف كان كبير جدا والاستهداف كان سيكون بحجم كبير جدا يؤثر على المستوى المغاربي وليس فقط في المستوى التونسي. هذه المخازن هي حاصلات أولية لأعداد أخرى من المواقع التي لا تزال تواصل القوة الأمنية والعسكرية الكشف عنها. وحسب الأستاذ مهدي ثابت فإن هذه الأسلحة كانت ستستعمل لو نجح مخطط تركيز إمارة بمعتمدية بنقردان الذي فشل في أحداث 7 مارس 2016. ليبيا في حالة انفلات شامل، مخازن سلاح مفتوحة في كل أجزاء ليبيا. إذن المنطقة الحدودية أبناء بنقردان، الدواعش أبناء بنقردان يعرفوا الحدود هذه جيدا، يعني بإمكانهم نقل الكميات التي يريدون من الأسلحة. وفعلا وكما جاء في تقارير الداخلية وأن أغلب السلاح الذي دخل إلى تونس دخل في 2011 وبداية 2012، يعني أيام الانفلات الأمني، ما زالت المؤسسة الأمنية لم تتعافى بعد. هاتف الإرهابي الذي قتلته وحدة الجيش الوطني في العملية الأخيرة بالقصرين هو الذي دل عن كل موضوع
مواقع هذه المخازن، فهل تعتبر هذه الأسلحة هي نهائية بالمنطقة أو هي جزء فقط من مخازن أخرى لا تزال مخفية؟ أفادت وزارة الداخلية بأنه تم اليوم إيقاف شخص اقتحم مركز بريد تونس العاصمة مهددا بتفجير نفسه وكان يحمل حقيبة على ظهره. أوضحت الداخلية في بلاغ لها أنه تمت السيطرة على هذا الشخص وإيقافه بعد تولي والي تونس عمر منصور التفاوض مع المضمون فيه بحضور الوحدات الأمنية على عين المكان، مؤكدة أنه بتفتيش الحقيبة من قبل الوحدات المختصة تبين أنه بداخلها كيس من عجين المقارونة. كشفت الأبحاث الأولية أن الشخص الموقوف كان يقيم بإحدى الدول الأوروبية قبل أن يقع ترحيله من الدولة الأوروبية ليعمل إثر ذلك بائعا متجولا بوسط العاصمة. بالعلم تنظم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وعلى مدار 3 أيام ندوة دولية بعنوان الإعلام السمعي البصري العمومي أي تحولات لأي مستقبل، بالتعاون مع هيئات تعديل من 15 دولة إفريقية وأوروبية ومهنيين ومسؤولي وسائل إعلام وخبراء من تونس وخارجها وصحفيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. على مدار 3 أيام ورشات تبحث في إعلام المرفق العمومي وآليات تعديله وفق زوايا نظر مختلفة بغاية صياغة استراتيجية عمل مستقبلية يتمكن وفق هذا الإعلام من الاستمرارية ومواجهة جملة من التحديات أبرزها منافسة فرضها الإعلام الخاص وتطور مستمر للتكنولوجيا الحديثة. ماذا بينا الإعلام العمومي يجد أكثر سند من خاصة من أصحاب القرار من أهل المهنة أنفسهم حتى نثق من جديد في الإعلام العمومي وفي دوره حتى يمكن أن يقوم بكل هذه المسؤولية في إطار ترسيخ تمشي ديمقراطي وتطور إيجابي في هذا البلد. هو بشعب يدعم إذن ويعمل وينادي بدعم قطاع السمع البصري العمومي لأنه دوره هو دور إعلامي، ولكن هو في آن واحد دور في تكييف وبناء الرأي العام، وهو دور كذلك فيه رفع المستوى ورفع مستوى الوعي الوطني بمشاغل تونس. على جدول أعمال ممثلي هيئات تعديلية من دول أفريقية وأوروبية وخبراء وصحفيين ومجتمع مدني تعميق النظر في واقع وسائل الإعلام العمومية على اعتبارها فاعلة أساسية في المسار الديمقراطي في تونس مع توفر جملة من الشروط. هذه الشروط متعددة. أولا استقلالية إعلام المرفق العمومي، استقلالية للصحفيين وأيضا استقلالية مالية. هناك أيضا رهانات الحوكمة، أي كيف يتم تكليف الأشخاص وما هو مستوى الاستقلالية الضروري من حق إعلام المرفق العمومي المطالبة به. وستتوج هذه الندوة الدولية المتنازلة في سياق مسار تشاركي متكامل للنهوض بالإعلام العمومي وتعزيز دوره في تكريس التعددية والتنوع ودعم التماسك الاجتماعي. ستتوج بتقديم إعلان تونس نحو انطلاقة جديدة للإعلام السمعي البصري العمومي. دوليا وفي الشان السوري، وفي اليوم الثاني من تجدد القصف في حلب قتل 20 شخصا منهم 7 أطفال، ومنظمة الأمم المتحدة تحذر من مأساة إنسانية معلنة أن الحصص الغذائية المتبقية شرق حلب ستنفذ هذا الأسبوع. بعد توقف لنحو شهر تواصل قوات النظام السوري المدعومة من روسيا منذ أمس ضربتها الجوية على الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب. غارات قتل خلالها أكثر من 20 شخصا منهم 7 أطفال، وضربت أهدافا قريبة من مستشفى الأطفال ومدرسة وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ما ينذر بجولة جديدة من التصعيد العسكري في حلب التي تشكل جبهة النزاع الأبرز في سوريا بعد فشل محاولات عدة لإرساء هدنة بين طرفي النزاع. إنسانيا، تشير منظمة الإغاثة إلى أن أكثر من 250 شخصا يعيشون في ظروف مأساوية مع تعذر إدخال أي نوع من المساعدة إليها. كما أعلنت الأمم المتحدة أن الحصص الغذائية المتبقية شرق حلب ستنفذ هذا الأسبوع.
وفي شأن آخر، وفي أول رد فعل رسمي من دمشق بعد وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى سدة الحكم، أكد الرئيس السوري بشار الأسد استعداده للتحالف مع ترامب إذا كان ينوي محاربة الإرهاب في سوريا. كما صرح الأسد في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي أن الرئيس الأمريكي المنتخب سيكون حليفا طبيعيا لدمشق إذا حاربت إدارته الإرهاب. وكان ترامب قد لمح مؤخرا إلى إمكانية التعاون مع موسكو حول سوريا، ووعد بمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي. في العراق، ما فتيت القوات العراقية بجميع تشكيلاتها تحرز المزيد من التقدم وتحرير المزيد من المناطق في حربها التي تقودها لاستعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم الدولة الإرهابية. على جوانب متعددة تتقدم القوات العراقية والكردية والتشكيلات المشاركة معها في معركة تحرير الموصل، تقدم تحقق معه القوات العراقية مزيدا من المكاسب في تحرير المناطق من سيطرة تنظيم الدولة الإرهابية، حيث تمكنت الشرطة الاتحادية من السيطرة على قرية العربة جنوب البوسيف قرب مدينة الموصل، كما تمكنت عناصر من الجيش العراقي من تحرير منطقة تل عكوب الواقعة بين مدينتي الموصل وأربيل. وكانت قوات الحشد الشعبي أعلنت في وقت سابق من اليوم سيطرتها على مطار تل عفر بعد تحرير قرية تل الرمج، وذلك عقب الإعلان عن انطلاق المرحلة الثالثة من عملية تحرير الموصل. وفي غرب المدينة، حاصرت قوات الحشد الشعبي قرية الحمراء ووصلت تقدمها باتجاه قلب المدينة عبر محورها الغربي. من جهة أخرى، أفاد مصدر في قيادة عمليات محافظة الأنبار العراقية بأن قواتها تصدت لهجوم نفذه التنظيم الإرهابي بعشر سيارات مفخخة على مقر عسكري في الرتبة غرب المحافظة. تمكنت القوات العراقية خلال العملية من تدمير جميع السيارات وقتل عدد من مسلحي التنظيم. أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي السابق إيمانويل ماكرون اليوم في باريس ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده والمقرر إجراؤها في مايو المقبل. وقال إيمانويل ماكرون الذي أطلق حركة سياسية اسمها ماضون قدما إنه قرر الترشح للانتخابات الرئاسية لمساعدة فرنسا على الدخول في القرن 21 ولكي تسترجع ماضيها العريق. ويعتبر ماكرون منافسا إضافيا لمرشحي اليسار، فيما أصبح يزعزع مرشح الجمهوريين ألان جوبي الذي يعول كثيرا على أصوات مناضلي اليسار والوسط في الانتخابات التمهيدية. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم إنه واثق أن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي سيستمر في مسعى لطمأنة الحلفاء من أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيحافظ على المصالح الاستراتيجية الأمريكية الأساسية في جميع أنحاء العالم. وقال أوباما خلال كلمة في العاصمة اليونانية أثينا إن حلف شمال الأطلسي يمثل أعظم حلف في العالم، لا يزال قويا ومستعدا كما هو الحال دوما. وتعد هذه آخر جولة لأوباما في أوروبا قبل أن يخلفه ترامب في جوان المقبل. في أخبار الرياضة، توفي اليوم حارس المرمى السابق للنجم الرياضي الساحلي والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لحبيب الجواشي بمسقط رأسه بمدينة مارث من ولاية جابس إثر نوبة قلبية عن سن تناهز 42 عاما. رحم الله فقيد الساحة الرياضية. التحق فريق داليا الرياضية بجرومباليا بالنجم الساحلي في التأهل للدور ربع النهائي من مسابقة البطولة العربية للأندية البطلة في كرة السلة رغم خسارته ضد الغرف القطري بنتيجة 54 نقطة مقابل 60 في مباراة جمعتهما اليوم بالقاعة الأولمبية بسوسة. وستلاقي داليا الرياضية بجرومباليا في الدور ربع النهائي غدا نادي سلة المغربي، فيما يباري النجم الساحلي الفتح السعودي. أنعشت الإمارات أملها في انتزاع بطاقة مؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عندما تغلبت على العراق بنتيجة هدفين دون رد في مباراة جمعتهما مساء أمس ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال. سجل أحمد خليل وإسماعيل مطر الهدفين لترفع الإمارات رصيدها في المركز الثاني إلى 9 نقاط،
بفارق نقطة واحدة عن المتصدرين اليابان والسعودية. وفي المتفرقات، تعتبر المسابقة الدولية لصنع الحلويات لدى الفرنسيين شبيهة بكأس العالم لكرة القدم، وقد استمدت هذا البعد العالمي من ارتفاع عدد المشاركين فيها وانفتاحها على عديد الدول. مسابقة يشارك فيها 4 تونسيين، نتعرف في الريبورتاج التالي على أبرز استعدادهم. بحلويات تختلف من حيث مكوناتها وأشكالها، سيشارك 4 تونسيين في مسابقة كأس العالم لأحسن صانع حلويات، والتي ستحتضن مدينة ليون الفرنسية فعالياتها في أواخر شهر جانفي القادم. بقى الديسارسيات مش نعملوا فيه حاجة معناها تونسية، معناها منتوج تونسي، وعندنا معناها 3 بيس ارتستيك، 3 قطاع معناها، فهمتني، واحدة شوكولا، واحدة سكر، واحدة غلاس، باش نقدموهم وبعد اللي جوري معناها يحكموا معناها اش فما واش ما فماش. كأس العالم لأحسن صانع حلويات، هذه المسابقة الدولية التي أحدثها الفرنسي بايزون سنة 89 و900 وألف، تم فسح المجال فيها للدول الإفريقية للمشاركة فيها ومنها تونس، وذلك بعد عدد من دوراتها. بدينا بالأول مرة كما يقولوا مرتبة 18، بعد كي 16، معناها قاعدين نمشي ونتحسن وإن شاء الله سنة، فهمتني، نحب نعمل حاجة أحسن، وكل عام الحسن إلى أحسن. المشاركة التونسية في هذه التظاهرات الدولية يرجى منها أولا مزيد التعريف بتونس وإبراز الأفاق التي تفتحها هذه المهنة في العالم مطلوبة، وتوا في تونس قاعدة تزيد تظهر وتتعرف أكثر، ماشي وتاخذ في حظها أكثر. دونك الشباب اللي باش يتجه في المهنة هذه يزمو يتكون ويخدم ويعاود يتكون ويعاود يخدم ويقعد ديما التكوين مستمر. 22 دولة سيتنافس ممثلوها على كؤوس المسابقة الثلاث، الذهبي والفضي والبرونزي. وبتمنياتنا بالتوفيق للمشاركين نختم النشر، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الحكومة في قمة إفريقيا للعمل بمراكش المغربية نحو بحث استراتيجية إفريقية موحدة لمواجهة خطر التغيرات المناخية. غدا أولى جلسة الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد، وهيئة الحقيقة والكرامة تضع فرقا مختصة لوضع اللمسات الأخيرة استعدادا للحدث. مقتل أكثر من 20 شخصا في غارات جوية استهدفت حلب، والأسد يبدي استعداده للتحالف مع ترامب إذا كان ينوي محاربة الإرهاب في سوريا. ونذكر أن 275 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.